لوريون اوكسير الدوري الفرنسي الدرجه الاولى، وين اوكسير وين يفوز بهدف لصفر، يعني من نقولوا باللي الشوط الاول اللي انتهى يعني الصفر لصفر، الشوط الثاني شان رايان يعني وين سجل الهدف الاول والهدف الفوز لصالح اوكسير يعني في الدقيقه 57 في هذه الجوله 25 يعني امام لوريون، عندنا وين الفيتو يعني في الحراسه تاع لوريون، عندنا يعني نقولوا باللي كانت المباراه وين مباراه تاع تضيع فرص خاصه من جانب لوريون، يعني وين كان قريب للتسجيل لكن امام دفاع وحارس اوكسير وين ابطلوا كل محاولات النادي لوريون، عندنا في طوش عندنا ايجور يعني وين منتصر الطالبي لورانت ناجيان رومان فيفار انزو يعني ابراهيم كوني شنا ونقولوا باللي ميم اوكسير يعني وين بونت رود الحارس الذي انقذ المرمى تاعو، سليمان حكيم صدادقه اللي لعب دور كبير في هذه المباراه، جيدون شنا بيرا شنا كيفاش كيتان ماتيس ريد يعني وين مسجل الهدف، يعني كانت مباراه كانت نقولوا بلي كانت 60% نسبه استحواذ لوريون شادنا اوكسير، يعني وين نقولوا بلي 40% نسبه استحواذ، 277 تمريره الاوكسير، 470 تمريره لوريون، شادنا 10 ركنيات يعني من جانب لوريون ولا ركنيه من جانب اوكسير، يعني وين تدل بان قوه لوريون لكن بدون اهداف، يعني وين كانت مباراه يعني نقولوا باللي اليوم وين لوريون يضيع فوز يعني لولا التسرع في هذه المباراه، هذه هي وين شاهدنا الجوله 25 لوريون 0 اوكسير هدف في الدوري الفرنسي الدرجه الاولى. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو باش دائما معكم بجديد، ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتكم.